هلا البريسكريبشن اللي هي الوصفة الطبية لازم تكون ريتن، صح إنه sometimes بتكون شفهي أو بس عن طريق التليفون، ولكن إحنا لازم نسأل أو نطلب من الطبيب لإنه يبعث written prescription، حتى لو إنه بنفس العيادة لازم إنه يكتب written prescription. طبعا الفارماسيست ما بيقدر يكتب وصفة طبية، هو فقط بيتبع التعليمات اللي مكتوبة من الطبيب للفارماسيست. هلا الفارماسيست giving the drug to patient to be used according to the pharmacist direction، اللي هي حسب الدايركشن اللي كاتبها الطبيب، ففقط هو الصيدلاني ما بيقدر انه يوصف للمريض وصفه. طبعا في بعض الادويه اللي هي الاو تي سي without prescription، بس انا بحكي عن الادويه اللي هم الكرونيك ديزيز والادويه اللي ما تعطى إلا بوصفة طبية. هلا الـ prescription can be defined it's the written order. So أهم شيء الـ written order from the doctor to the pharmacist to dispense certain medicines to patient in a known quantity and of a specified mode of usage. طبعاً بيقول لك هنا الوصفة الطبية لازم تكون مكتوبة وهي موجهة من الطبيب إلى الصيدلاني، وبيكون كاتب الدواء وطريقة استخدامه أو طريقة إعطائه والأوردرز اللي يعني بتكون مكتوبة كاملة. A model of medical prescription بيقول لك هنا في عنا part للprescription، وصفة طبية في عنا four parts. أول واحدة superscription اللي هي الRX، تكون مكتوب عندنا هون مثلا هون هي وصفه طبيه فور اكزامبل، بيكون مكتوب بعد الادرس والاسم واليوم والجنس ميل او فيميل والعمر، بيكون هون مكتوب عندنا اول شيء ار اكس يعني تفضل، اللي هو الاوردر او الدواء اللي موجود بالوصفه الطبيه. طبعا هذا الجزء الاول. هلأ بيقول لك في بعض الدول، طبعا إحنا زي ما قلنا إنه إحنا بنتبع بالأردن الفارماكوبيا البريطاني، لكن هون بفرنسا ما بكتبوا آر إكس بالرغم من إنها لاتينية، هم بكتبوا بي. اختلاف اللهجات بالرغم من إنها لاتين لانجويج آر إكس، بس يعني في اختلافات، بس إحنا هون ملزمين انه نتبع الفارماكوبيا البريطاني. هلا الانسكريبشن الجزء الاول قلنا سوبر سكريبشن اللي هي الار اكس، تمام. طيب البارت الثاني اللي هو انسكريبشن، ايش بيكون عندنا بالانسكريبشن؟ فقط اسم الدواء وكم من حبه، اما ما بهمنا انه مثلا الدوسج فورم او حتى الكونسنتريشن او وات ايفر او الدوز، انا بهمني فقط بالانسكريبشن اسم الدواء وكم من حبه، اذا كانت مثلا اللي هي كوانتيتي وهون كم من حبه فقط لا غير، اللي هي 20 تاب 20 حبه، والبانادول اللي هو اسم الدواء. فبالتالي الانسكريبشن فقط اسم الدواء
وكمان حبة بهذا الدواء. الجزء الثالث من الوصفة الطبية اللي هي سبسكريبشن، اللي هي إيش هي؟ هي بتكون الدايركشن اللي من الطبيب إلى الفارماسيست، اللي بيقول فيها مثلاً تي آي دي اللي هم 3 مرات باليوم، أو بيقول إنه مثلاً إيش الدوزج فورم اللي هي مثلاً تاب يعني تابلت، أو الدوز السترينث. هلأ هديك ما كانت الدوز، هديك كانت عدد الحبات، كانت مكتوب مثلاً بنادول 20 أو 20 حبة. هون ما بنحكي عن عدد حبات، إحنا هون بنحكي عن الدوز. قديش الدوز هنا؟ 500 ملي جرام. هلأ لما نبلش نحكي بالمليجرامات اللي هي الدوز أو الدوزج فورم، إحنا بنحكي الآن عن السبسكريبشن اللي هي ما بفهمها المريض، هو بفهمها الصيدلاني، وهي بتكون موجهة من الطبيب إلى الصيدلاني بعد ما يقول له تفضل هاي الدواء وهي أكمن حبة. بيجي بيقول اللي هي اللغة الخاصة ما بين الطبيب والصيدلاني اللي هي الفارماسيوتيكال دوزج فورم. الدوزج فورم هل هي تابلت، هل هي كبسول، هل هي سسبنشن، واتيفر من الدوزج فورم المختلفة. هاو ماني تايمز، كم من مرة تي اي دي اللي هي 3 مرات باليوم، او حتى المرتين باليوم اللي هي البي اي دي. The prescription should be repeated. How many times the prescription should be repeated؟ يعني بكتب لك قدي لازم نكرر هذا الدواء للمريض. طبعا هو ما بصير انه نعطيه العلب مثلا اذا كانوا 3 علب بنفس الوقت، ما بصير نعطيهم، نعطي العلبة الأولى بعدين بعد الشهر الثاني بيجي نعمل ريبيت لهذا الدواء. The length of the time of use، أدي المدة الزمنية اللي لازم يستعمل هذا المريض. And another instruction، أي اللي هم التعليمات من الطبيب للمريض عشان بعدين سوري من الطبيب للصيدلاني عشان الصيدلاني هو اللي بعدين يشرح للمريض عن طريق اللي هو البارت الأخير اللي هو عن طريق السيجنتشر. هلأ بعد ما يأخذ البارت الثالث اللي هو سبسكريبشن، بعدين بترجم الصيدلاني المعلومات اللي أخذتها من الطبيب بترجمها للمريض. زي ايش السيجنتشر؟ مثلا هلا احنا مستحيل نكتب تي اي دي، مثلا هون كاتب 2 تي اي دي يعني مرتين، او 2 حبتين 3 مرات، 3 مرات يوميا. فهاي السيجنتشر احنا بنيجي مثلا احنا نكتب له كل 8 ساعات للمريض اللي هم 3 مرات، كل 8 ساعات يأخذ حبتين لما يكون مكتوب 2 TID، meaning 2 tablet 3 times daily اللي هي كل 8 ساعات. هاي signature. signature بيقول لك there are other information of the prescription may contain this very important order to be sure for the prescription. بيقول لك في معلومات others اللي هي بتكون في بداية الوصفة الطبية، مثل الاسم، مثل الادرس، مثل الدكتور، سبيشاليتي، نيم اوف بيشنت، الايج. هدول كتير بهمونا عشان بعض الأدوية بتختلف في الدوزج فورم إذا كان طفل عن إذا كان أدلت، وبتختلف حتى الجرعة قدي التراكيز، كلها بتختلف حسب العمر وحسب الجنس. فعشان هيك هدول يعني كتير مهمين، بس يعني مش تابعة لأي بارت من اللي قبل، ولكن هي يعني نقدر نقولها others. هلأ language of prescription هي أكيد اللغة الإنجليزية اللي هي English language. وفي عنا هون بيقول لك Latin language and its short symbol. في عنا short symbol اللي تعلمناهم بالabbreviation، نقدر إنه إحنا
نستعملهم بالوصفة الطبية. هون في أمثلة، مثلا هون بيقول لك RX إذا بدنا نشوف أسبرين 30 حبة، هاي هي الجزء، طبعا هاي سوبر سكريبشن. الأسبرين 30 حبة هاي نقدر عنها نحكي انسكريبشن. التاب اللي هي التابلت بلش يشرح عن شكل الفورم، الدوزج فورم اللي هي تابلت، نقدر نحكي عنها هاي الوصف لهذا الدواء اللي هو نقدر نحكي عنه سبسكريبشن. وآخر إشي 2x3 BC. هلأ في عنا BC وفي عنا AC. AC يعني before اللي هي قبل، قبل قبل، والبي سي اللي هي after اللي هي بعد، بعد الأكل 2x3 يعني 2 تابلت 3 مرات يوميا. The superscription is RX، هيها RX superscription. The inscription is aspirin 30. The subscription is tablet اللي هي dosage form. المواصفات أو أي شيء من الطبيب للفارماسيست هي تعتبر من السبسكريبشن. السيجنيتشر هي من الفارماسيست للبيشنت. is 2x3 BC meaning 2 tablets 3 times daily after meals food اللي هي بعد الأكل. هاي في هنا عنا أمثلة نفس القبل اللي هي للأسبرين، وهيك إحنا بنكون مخلصين جزء البرسكريبشن. نيجي لموضوع الأنواع هدول البرسكريبشن. في عنا اللي هم أوكي. هلأ قبل ما أنا أحكي، كنت بدي أنا أحكي عن عن أنواعها اللي هي الأوردينري والدينجرس، بس هلأ بدنا نشوف الرولز بتاعت البيرسكريبشن حتى نمشي فيها، بعدين نتطرق للسبيشال والأوردينري. هيك احنا نكون مخلصين بعد هدول السلايدتين. أوكي، هلأ من وظيفة القواعد اللي لازم يلتزم فيها البوث إن كان دكتور أو كان حتى فارماسيست، إنه تنكتب بطريقة صحيحة، يكتب اسم المريض، يكتب عمره، يكتب الأدرس للدكتور، عشان إذا الفارماسيست بده أي معلومة أو شك بأي معلومة إنه يرجع للطبيب ويرن عليه ويتواصل معه. هلأ إيش دور الفارماسيست لما تيجي له وصفة طبية، أو إيش هي القواعد؟ إنه يكون حذر جداً ويقرأها بشكل جيد. بيقول لك read the prescription carefully with attention and you should not show any doubt to the patient. يعني إذا المريض إجا، إحنا ما منبين، ما منشيل الثقة اللي ما بين المريض وما بين الدكتور، وبنصير يعني مش عارفين إنه إحنا نقرأها. لا، منحاول قدر الإمكان إنه نقدر نقرأ البرسكريبشن، وإذا صار أي شيء بدون علم البيشنت نتواصل مع الطبيب بدون ما إحنا نشيل التراست رينج ما بين البيشنت والدكتور. Check the dosage and be sure that it is appropriate for the patient age. يعني إذا إجا مثلا دوز معين لطبيب لطفل، وهي مثلا مش الدوزج فورم المناسبة ولا الدوز المناسبة، فأنا بكون أو أهتم أقرأ كيرفولي البرسكريبشن هاي وأشوف هل هي مناسبة هل هي مش مناسبة. حتى في بعض الأحيان بضطر إنه أطلع على مثلا تخصص هذا
الطبيب إذا كان مثلا مخطئ باسم دواء، قصده مثلا اختلاف حرف أو حرفين من هذا الدواء، فأنا بقدر إنه أقول إنه لا، هذا الدواء ما بقدر إنه مثلا طبيب جلدية يجي يكتب وصفة مثلا لدواء تاني مثلا مش تخصصه، فبالتالي بجوز بيكون في خطأ باسم الدواء، فأنا لازم أكون منتبه لهاي الأشياء. Check the dosage and be sure that it's appropriate. Yes, قلناها. Also هون بيقول لك الـ age والـ children and infant حكيناها. The drug is given to the patient with explanation in a clear manner. يعني لما أنا آجي أعطي المريض الدواء يعني بكتب بحيث بطريقة واضحة للمريض، مش بس أنا أكتب وأعطيه وخلاص، لا بحاول أشرح له، بحاول أحط ستيكر تاج وليبل واضحة يعني بشكل مرتب، مش إنه بس أعطي الدواء وخلاص. هلأ إيش الليبل؟ أنا إذا بدي أكتب بكتب name of the pharmacy and its address، عشان إذا بده يرجع، عشان إذا بده يراجع أي شيء بأي موضوع إنه ما يقدر إنه يرجع لها الصيدلية. No, name of the patient and his age, name of the drug and its dosage form, direction for the use and registration number in the prescription logbook, then dispensing to the patient. طبعا هاي اللوك بوك لسه يعني قليل، الا الصيدليات الكبيره بيكونوا عاملينها، بس برا في ما يعني ما في دواء بيطلع من الصيدليه الا يكون مكتوب بلوك بوك مع اسم المريض والعنوانه، وبيكون لكل مريض بيشتري هذا الدواء له ادرس، عشان اذا صار اتخربط او صار ما يصير عندنا ميديكيشن ايرور لقدام، وما في يعني غلط انه نرن على البيشنت اذا صار في خربطة او صار اي غلط باعطاء الدواء او الدوزج الدوز. Register the prescription is appropriate logbook, so there should be two kind of logbook. في عنا logbook بالصيدلية two type. أول واحدة الأوردينري prescription logbook اللي هي العادية، مثل الأدوية السكري، مثل الأدوية اللي ما فيها أصلا خطر على المريض، أو ما في لها خطر زي مثلا الأدكشن أو أدوية الأدوية اللي تؤدي إلى الإدمان. تاني type dangerous drug prescription logbook. هلأ بيقول لك هنا حسب الـ Pharmacy Practice Law should be followed at its dispensing especially when it's concerned with a special prescription. لازم إنه إحنا هذا يكون واضح و specified بالـ Pharmacy. In the case when the prescription is it be returned to the patient after dispensing, it should be marked upon it in a way to show that it has been dispensed, such as stamped by pharmacy or by pharmacy stamp. Types or kind of the medical prescription. هل عندنا ordinary prescription form؟ these prescription are used for most kind of drugs such as antibiotic, vitamin, antihypertension, drug, antidiabetic drug, cardiac, glycoside drug, and etc. وما عليها بيكون ما بيكون عليها كتير يعني صرامة أو تف بالموضوع، عادي يعني أدوية عادية سهل إنه
تنباع، مش مثل السبيشال بيرسكريبشن او الدينجرس دراج اللي هم اللي امثله عليها اللي بصير الادكشن. هلا من الشروط تاعت الدينجرس دراج بيرسكريبشن should contain all the part of ordinary prescription, should be named numbered and stamped and have phrase of red ink, red ink written or special prescription. هلا الخطيره احنا بعد ما نصرفها بنختمها وبعدين ما بناخذ الكوبي، احنا بناخذ الاصليه واذا هو بده يخلي الكوبي عنده it's up to him، بس انه احنا لازم ناخذ الاصليه حتى ما يروح على صيدليه ثانيه ويروح يصرف الدواء من صيدليه ثانيه. should be free from any scratch or manipulating، لازم تكون انها مش مطعوجة مش مشطبة، يعني تكون واضحة ونظيفة ومش ما عليها أي خدوش. The amount of the dangerous drug should be written in numbers and also in words. Should be dispensed within 3 days. لازم إنه تصرف خلال 3 أيام. إحنا بنشوف التاريخ، إذا كان التاريخ بعد 3 أيام من تاريخ الوصفة إحنا ما بنصرف إياها، لأنه بجوز يكون صارفها بصيدلية تانية وجاي يشتريها من صيدليتنا. Should contain an amount of a drug not more than for 2 days. Should contain only dangerous drug and only one non-dangerous drug. يعني فقط بيقول لك should contain only dangerous drug and only one non-dangerous drug. Should be confirmed that such dangerous drug are used only for treatment. هيك احنا نكون مخلصين chapter prescription اللي هو الوصفات وايش انواعهم. هلا نعمل stop record عشان نشوف what's the next. يعطيكم العافية. Stop recording.